بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خير بشر، جبنا لكم فيديو جديد. اشرس الزواحف على الارض واضخمها الكومودو، هنشوف وهنتعمل مع بعض. زي ما انتم شايفين الكومودو مسيطر على عجل جاموس، شوف يعني شوف اختطف العجل من وسط القطيع، شوف الجاموس بيقاوم، لكن هيروح فين؟ مسيطر عليه سيطرة تامة. طبعا المعروف ان الكومودو فكه فيه بكتيريا قاتلة، لو خدش حيوان بس هيقتل بالبكتيريا دي. طبعا في لعاب، شوف هنا خد الجاموس سيطر عليه ومشي. طبعا شوف هنا بدأت عملية الصيد، ويصيب، والطلقة الثانية أردته. الطلقة الأولى والثانية طاحت بيه. شوف هنا في الرأس إصابة مباشرة. طبعا ندعو المشاهدين في كل مكان، اللي مشتركش يشترك معانا، وانا وعدكم باذن الله تعالى الجاي هيكون احلى واحلى واحلى بفضل الله تعالى. شوف هنا ماسكه وطواط، دي طبعا سحليه غير الكومودو تماما، دي الورا الاسيوي، سحليه ضخمه. شوف شوف بتقتاد على الخفافيش وعلى الجف وعلى الجيف، طبعا شوف بيبلع. طبعا شرق اسيا بتاكل السحالي دي ولها سوق رائجة عندهم. شوف شوف بيبتلع كيف الوطواط، خفاش كبير في الرأس، إصابة مباشرة وقاتلة. شوف في الرأس، خلاص طاحت. شوف ماسك تقريبا خفاش وسب، مهنوش على الاكل. شوف لسه في الاذن تماما، إصابة مميتة. شوف هنا ويصيب، إصابة مباشرة. في الرأس. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.